جعل الله تعالى في الناس حاجة للاجتماع في أحيان، وجعل الزواج سبيلا لاجتماع الرجل والمرأة، وجعل له قواعد وضوابط تساهم في تنظيم الحياة. ولكن سبحان من يغير ولا يتغير، أحيانا يتغير حال الرجل وحال المرأة، فيصيران يطلبان الفراق بعد أن سعيا سعيا حسيسا للاجتماع. ومع المحاولات من الطرفين وأهل الطرفين وأصدقاء الطرفين للإصلاح، قد يكون الحال وصل إلى أن الاتفاق بينهما صار أمرا بعيدا وتنافرت القلوب. شرع الله تبارك وتعالى أمورا يحصل بها الفراق بين الزوجين، ومنها الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح، ومع أنه حلال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أبغض الحلال. هو حلال لكنه مكروه. نعم، هناك أحوال لا يكون فيها الطلاق مكروها، كأن كانت المرأة غير عفيفة، كانت المرأة زانية تعلم الأولاد الفاحشة، هذه طلاقها مطلوب لا يكون مكروها. وفي بعض الأحوال يكون الطلاق حراما، من الطلاق ما هو محرم، ويسمى الطلاق البدعي. الطلاق البدعي له صورتان: الأولى أن يطلق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه، هذا الطلاق يكون حراما، لأنه قد يظهر بعد ذلك أن المرأة حامل ويحصل الندم على الطلاق. فلذلك حرم الشرع أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه. الصورة الثانية للطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض أو النفاس، هذا يؤدي إلى أن تطول عدة المرأة، وهذا تتأذى به المرأة، فهذا الطلاق محرم. ومع كون الطلاق البدعي حراما فإنه يقع، تحسب طلقة، إذا طلقها وهي حائض تحسب طلقة. فإذن متى يطلق الرجل زوجته حتى يسلم من المعصية؟ إن كان لا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه، يطلقها في طهر ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، هكذا يكون سلم من المعصية. ثم الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية. اللفظ الصريح في الطلاق هو ما يقع به الطلاق وإن لم ينوي الرجل به الطلاق. أما في الكناية فيكون اللفظ يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى آخر، فهنا ننظر إلى نية الرجل، إن لم ينوي الرجل به الطلاق لا يقع الطلاق. فمثلا أنت طالق، هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، لو قال بعد ذلك أنا لم أقصد أن أطلقها، أو كنت غضبان، أو كنت أمزح، يكون وقع الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يقع الطلاق إذا قلت لزوجتك أنت طالق، سواء كنت جادا فيما تقول أم مازحا. من الألفاظ الصريحة الطلاق والفراق والسراح. أما الكناية، الكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. مثلا قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك،
هذا يحتمل من حيث المعنى أنت طالق اذهبي إلى أهلك، ويحتمل أنه لم يرد به الطلاق، فما كان كناية ينظر فيه إلى نية الرجل. إن كان نوى به الطلاق يكون وقع الطلاق، وإلا فلا. مثله لفظ آخر هو كناية، ما لو قال للمرأة، قال لزوجته تستري، هذا يحتمل تستري لأني طلقتك فعليك أن تتستري، ويحتمل معنى آخر تستري لأنه جاءنا ضيوف مثلا، هذا كناية، فيرجع فيه إلى نية الرجل هل نوى الطلاق أو لا. أما إذا قال لها طلقتك أو أنت طالق، هذا صريح لا ينظر في هذا إلى نيته. لو كان لم ينوي الطلاق يكون الطلاق قد وقع. إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها إذا كانت لم تنقض عدتها. يقول مثلا أرجعتك إلى نكاحي، فتحصل الرجعة من غير حاجة إلى عقد جديد، تحل له بالرجعة، لكن هذا لابد أن يكون ضمن العدة. أما إذا كانت انقضت عدة المرأة فلا يكفي أن يقول أرجعتك إلى نكاحي، بل لابد من عقد جديد. وللرجل 3 تطليقات لا أكثر. في الجاهلية كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها له ذلك، ولو طلقها 1000 مرة يطلقها ثم قبل انقضاء العدة يراجعها، كان يفعل ذلك له ذلك ولو تكرر كثيرا. فحصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن طلق رجل زوجته ثم انتظر حتى إذا شارفت العدة على الانقضاء، قرب أن تنتهي عدتها، ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، لا أردك إلي فنرجع كما كنا معا، ولا أتركك تحلين لغيري. فأنزل الله عز وجل الطلاق 2 مرات، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد طلاق 2 إن طلق 3 ليس له أكثر من ذلك. فجعل الله تعالى لذلك حدا، ليس للرجل أكثر من 3 تطليقات. الله تعالى شرع هذا لحكمة حتى لا يتسرع الناس إلى الطلاق. فإذا طلق 3 مرات تحرم المرأة عليه بعد ذلك، ولا تحل له إلا بشروط. قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها 3 بعد 2 فلا تحل له من بعد، لا تحل له من بعد التطليقة 3 حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره، أي ويدخل بها ويجامعها. لا يكفي لتحل له أن يعقد عليها رجل آخر ثم يطلقها من غير دخول، هذا لا يكفي لتحل لزوجها الأول. إحدى الصحابيات طلقها زوجها، كان اسمه رفاعة، طلقها 3 ثم تزوجت غيره، تزوجت رجلا اسمه عبد الرحمن بن الزبير، ثم بعد ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كلاما هي تريد به أن زوجها الثاني لم يطأها، لم يجامعها.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. معناه لا يحل أن ترجعي إلى الأول من غير أن يطأك زوجك هذا. ثم إن طلقك بعد الوطئ ومضت العدة يحل لك أن ترجعي للأول. وهذا الحديث ثابت رواه البخاري. ومن أفتى بخلاف هذا من قال لا يشترط أن يدخل بها الزوج الثاني، إنما يكفي أن يعقد عليها ثم يطلقها، ففتواه باطلة، لا يجوز أن يعمل بها، لأنها خالفت النص الحديثي الثابت. هذه ليست مسألة خلافية بين المسلمين، بل هذا بالإجماع وقد نص عليه الحديث. ومن أحكام الطلاق أنه إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد، كأن قال أنت طالق ثلاثا، يكون وقع ثلاث تطليقات، لا تكون هذه طلقة واحدة لأنها بلفظ واحد، بل تقع ثلاثا، وهذا بالإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري. فمن قال ما يخالف هذا فلا يعمل بكلامه، لأنه يكون خالف الإجماع، خالف ما اتفقت عليه الأمة. هذه أيضا مسألة ليست خلافية. ثم الطلاق قد يكون منجزا وقد يكون معلقا على شيء. منجز أي غير معلق، كأن يقول أنت طالق، لم يعلق الطلاق على شيء. أما المعلق فكأن يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا معلق. هنا لا يقع الطلاق إلا إذا حصل الأمر الذي علق الطلاق عليه، فإن خرجت من الدار مثلا وقع الطلاق. وليس صحيحا أن الطلاق المعلق المحلوف به إذا حصل الأمر المعلق عليه لا يقع الطلاق، وليس على الرجل إلا كفارة يمين، بل هذا خلاف الإجماع الذي نقله الحافظ المروزي وجماعة غيره. من رحمة الله بعباده أن جعل في الدين الطلاق، لكن على المسلم أن لا يتعدى حدود الله، وأن يتعلم ما له وما ليس له حتى لا يقع في معصية الله تعالى حتى في أمر الطلاق. والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على رسول الله. رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر، ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر، منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري في مآقينا ومنه رونق الفجر.